الزمالك بينتصر في القمة 120 في مباراة تحت مسمى الأهلي يلعب وشباب الزمالك يكسبوا ويخلصوا الماتش لصالح الزمالك. مباراة فايلر غلط فيها، كارتيرون غلط فيها، ولكن في الآخر النتيجة بتطلع لصالح الزمالك وبيفوز بالقمة. مباراة فيها كلام كتير عن فايلر وكلام كتير عن كارتيرون، في خطأ كبير لكارتيرون لازم يصلحه وفي أخطاء لفايلر لازم برضه يصلحها. نخش في الحلقة، ننزل نعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش. الزمالك النهارده بدا بتشكيلته المعتاده وهو حمد الجبل قدامه اثنين مدافعين، الونش محمود علاء على اليمين، حازم امام على الشمال، عبد الشافي اثنين في نص الملعب، طارق حامد وفرجاني ساسي قدامهم، بيلعب اوباما على اليمين، بيلعب بسيسي بدل اوناجم، وبيلعب على الشمال بن شرقي، قدام بيلعب مصطفى محمد. على عكس الناحيه الثانيه الاهلي بادي بطريقه وتشكيل بطريقه وتشكيل جديد على لعيبه الاهلي. الاهلي تقريبا الموسم ده ما لعبش بالطريقه دي، كانت غريبه انت تلعب 4 4 2 دايموند وما تلعبش اطراف، دي غريبه على لعيبه الاهلي. الاهلي بدا محمد الشناوي، ياسر ابراهيم غياب، محمود متولي جنبه، ايمن اشرف على اليمين، محمد هاني على الشمال، علي معلول، بيلعب بثلاثي في نص الملعب، اليو ديانج وحمدي فتحي والسولية، وبيلعب قدامهم بقفشه وقدامهم ببادجي واجاي. التشكيل اللي لعب بيها الاهلي ديت او الطريقه اللي لعب بيها دي ال 4 4 2 دايموند، حتى لو قفشه بيتطرف نوعا ما شويه ناحيه اليمين، لكن انت ما عندكش وينج صريح يرجع يدافع مع محمد هاني، وده اللي خلانا نشوف النهارده محمد هاني ملط. خلانا نشوف محمد هاني المساحات وراه كبيره، اي ضغط من لاعب الزمالك بلاعب او بلاعبين بيبقى في توتر لمحمد هاني. باين النهارده محمد هاني لاعب سيء بسبب ان انت ما خليتش وينج يدافع مع محمد هاني، سبته يلوس لوحده قدام نجوم الزمالك وبالاخص قدام بن شرقي، خليته يلوس لوحده. الاهلي كمان اللي هو الاهلي اصلا في العموم مع فايلر ما بيعتمدش على العمق. في العموم كل الدنيا عارفه ان فايلر ما بيعتمدش على العمق. ال 17 فوز ولا 18 فوز اللي فاتوا الاهلي ما بيعتمدش على العمق. العمق الوحيد اللي بيعتمد على الاهلي هو التسديد بس. لكن ياخد الكوره ويحاول يخترق من العمق ما بيحصلش. كل الاهلي تحركاته او لعبه او تكتيكه او ضغطه او كل ده بيبقى من اطراف. بيحاول يستغل الاطراف سواء من الباكات او الوينجات. اللعبه اللي كنت بكلمكم عليها في الحلقه اللي فاتت بتاعت ما قبل المباراه، انه بيجمع لعب في مكان ويلعبها الناحيه الثانيه او يعكس الملعب اللاعب تاني الناحيه الثانيه، النهارده في الشوط الاول ما حصلتش. ليه؟ لان انت يا تقريبا ما حصلتش غير مره واحده بس، اللي انا شفته اللي هو عملت مره واحده بس، لما قفشه كان متطرف ناحيه اليمين واتلعبت له وقفشه ما عملش بيها حاجه قوي. لكن الاهلي كل اعتماده اللي هي بيلعب على الحته دي او اللقطه دي، لكن ما حصلتش النهارده، فادت ان الاهلي نقطه من نقط قوته بتضعف. والنقطة الثانية اللي كانت القوة للأهلي وكنت بتكلم فيها برضه في الحلقة اللي فاتت اللي هي علي معلول، علي معلول النهاردة ما جاش. علي معلول النهاردة فعلا أنا ما شفتوش في المباراة. ما عملش أي دور هجومي يؤكد إن النهاردة علي معلول وصل للملعب. شفتوش. فعلا ما شفتوش النهاردة. خلينا ننقل شوية على الزمالك، ولا عندي فيه كلام نوعا ما شوية كتير. مع إن هو الفايز بس عندي كلام كتير عن الزمالك. أنا اللي عايز أفهمه، اللي عايز أفهمه وعايز أستوعبه، هو ليه كارتيرون متاخر قوي بلعبته؟ متاخر قوي. هو وانا بيلعب 4 2 3 1 في الناحيه الهجوميه او الشكل الهجومي بيبقى 4 2 3 1، لكن لو في شكل دفاعي بيتحول الطريقه ل 4 4 2 بنزول بن شرقي وزيزي ومستند محمد عبد الشافي وحازم امام، وبيدخل نوعا ما اوباما تحت مصطفى محمد كمهاجم تاني. لكن انا مش فاهمه ان انت لما بتلعب دفاع منطقه او بتلعب دفاع ما بتشكلش ضغط على المنافس، فانت المفروض التراجع اللي انت بترجع او الدفاع اللي انت بتدفعه او التكتل اللي انت بتعمله يبقى على الاقل في نص الملعب مش في نص ملعبك. انت الطريقه اللي كنت بتكلم برضه عليها الماتش اللي فات ان انت بتلعب بطريقه ان انت بتقف في نص ملعبك بتدي مساحه للخصم اللي قدامك اللي هو يحضر بكل بساطه من الدفاع لنص الملعب، مش بيبقى فيه ضغط اللعيبه بتبقى واقفين فبيطلعوا بكل سلاسه من ورا لقدام لحد ما بتوصل لعيبتك لنص ملعبك قرب منطقه الجزاء، فانت بتدي مساحه كبيره جدا للفريق الخصم ان هو يحضر براحته ولعيبته تطلع براحته ولعيبته تشوف رؤيه الملعب براحتها. بعد كده لعيبه الزمالك بتفكر تضغط. بعد كده لعيبه الزمالك بتفكر لا تضغط. يعني لعيبه الزمالك كانت بتفكر لا تضغط، كانت بتستخلص الكوره. اول ما لعيب الزمالك بيضغط على لعيب الاهلي بيستخلص الكوره.
ليه بقى ما تضغطش على طول؟ ليه ما تشكلش ضغط عالي في نص الملعب بتاع الاهلي، او على الاقل في نص ملعبك انت بس قرب الدايره، ما ترجعش قوي كده في ماتشات كبيره او ماتشات تقيله. مش هتلاقي زي الاهلي وكل احترام الاهلي، مش هتلاقي الاطراف بتاعت الاهلي الفريق الخصم الثاني غير الاهلي فاضيه. لا لا، ده بيضغط عليك وبيهددك وبيلعب كرات طويله، بيلعب كرات على الاطراف وبيرفع عرضيات، وكل ضغط 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 بسبب ان انت متراجع قوي قرب منطقه جزائك. الاهلي الناحيه الثانيه اللي انا اعرفه، اللي انا كنت عارفه، ان انت لو بتلعب بثلاثي في نص الملعب او بتلعب بطريقه ال 4 4 2 دايما، على الاقل بيبقى في ثلاث لعيبه في الطريقه دي بصير او ممررين كويسين. لازم يبقى في ثلاثه على الاقل من اربعه بيلعبوا كوره كويس، وده مش موجود في الاهلي. انت اللاعب او اللاعبين اللي بيقدروا يطلعوا بالكوره او يلعبوا الكوره كويسه هو قفشه، ونوعا ما شويه عمرو السوليه، ونوعا ما على خفيف حمدي فتحي. ده بيبقى فاهم هو ليه ادواره هجوميه. لكن انت تلعب باربعه نص اربعه في عمق الملعب، والاهلي ما بيعتمدش على عمق الملعب، ولاعيبه الاهلي اول مره تلعب بالطريقه دي، وكمان ما عندكش بصير كبير في نص الملعب، تقريبا اول ربع ساعه ولا اول ثلث ساعه قفشه تايه مش عارف مكانه فين، على مكان على الطرف ولا مكان في عمق الملعب، مش عارف تايه. اللعيبه اول مره تلعب بالشكل ده، اول مره تلعب بالتكتيك ده، ادى ان الزمالك يجيب جون، يجيب جون بسبب ان انت ما عندكش طرف يدافع محمد هاني، ان بن شرقي خد الكوره وجري بقى في شارع في نهايه محمد هاني، محمد هاني خاف يلمسه ويطرد، فجري بن شرقي وصراحه رقص ياسر ابراهيم ترقيصه عالميه عالميه. قال لي جري جري جري، وياسر ابراهيم كل اعتماد اللي هو هيلم لبره ويشوط في البعيده، لا بن شرقي قال له انا هلم لبره اهو، خرج ياسر ابراهيم وراح خده لجوه تاني. بقى المساحه مفتوحه تماما تماما، بيلعبوا بالعرض، زيزو بيخش يحطها كويس جدا في العالي في سقف الجون عشان حتى ما حدش يلمسه. النهارده اللي كان مفاجئني قوي، والاثنين بصراحه كانوا مفاجئني جدا النهارده، واحد من الاهلي واحد من الزمالك، اللي بالزمالك هو زيزو. زيزو كان جدا جدا مفاجئني النهارده، اللي هو انا كواحد بشجع زمالك نوعا ما مش لاقي عند زيزو حلول هجوميه. شايف زيزو بيجري بيعمل مجهود كبير بيضغط او بيرجع يدافع مع الباك، لكن كحلول هجوميه مش قد كده، مش قوي، مش اللاعب اللي انت تعتمد عليه في ماتش مقفل مثلا تقول ايه زيزو هينزل يقلب الماتش، او زيزو هيعمل ترقيصه واثنين يفكر الماتش، لا مش من اللعيبه دي. زيزو كونسيست على الجون، ياخد الكوره ووش الجون، بيروح يجيب جوان احيانا، بس مش اللعيبه المهاريه اللي هي تفتح لك مباراه مقفوله مثلا، مش من اللعيبه دي. فزيزو النهارده فاجئنا لعب مباراه كويسه، واللاعب الثاني هو بادجي. اليو بادجي اللاعب اللي كله بيتريق عليه وكله مش شايفه لاعب وكله مش مقتنع بيه، بادجي النهارده عامل مباراه كويسه جدا جدا. اللاعب كل كره طويله بياخدها من وينش محمود علاء، كل كره كان لاعب فعلا كما قال الكتاب، محطه كما قال الكتاب النهارده بادجي. الاهلي خرج الشوط الاول 1-0 للزمالك، خرج الشوط الاول الماتش، خرج الشوط الاول 1-0 للزمالك. دخلنا الشوط الثاني، الاهلي بدا بتغييرين دفعه واحده، خرج اوهيه وخرج اليو ديانج في تغيير غريب جدا من فاينر، ونزل جيرالدو ونزل وليس سليمان. بس انت نزلت جيرالدو ونزلت وليس سليمان ليه؟ عكسهم يعني، جيرالدو مش على العكس يعني مش على عدله رجله، وليس سليمان مش على عدله رجله. ما تلعب كل واحد في مركزه ولاعب دماغك، ليه بتالف؟ ليه بتالف؟ وانت لما خرجت اليو ديانج من نص الملعب، لو لعيبه الزمالك او نص ملعب الزمالك كان بيضغط بشراسه على نص ملعب الاهلي، كان استخلص الكوره في كذا لقطه من نص ملعب الاهلي. لكن الزمالك ما كانش بيضغط بشراسه، الزمالك كان بيحاول يحلق يحلق يحلق، اول ما بينهم بيقربوا من منطقه الجزاء بيبتدي يضغط وبيستخلص الكوره لما بيضغط دي. لما بيضغط بشراسه قرب نص قرب منطقه الجزاء الزمالك كان بيستخلص الكوره، لكن الضغط اللي انت كنت بتشوفه من لعيبه الاهلي مثلا لما الزمالك كان بيستلم الكوره لهم عايزين يستخلصوا الكوره في المكان اللي قطع فيه الكوره، الزمالك ما كانش بيعمل بالشكل ده. الزمالك مش بيعمل، هو الزمالك راس ماله التمريرات. ولو الزمالك في اثنين بن شرقي في نص ملعب او اثنين بن شرقي في الملعب مع الزمالك، كنت هتشوف شكل مغاير لهجوم الزمالك، كنت ممكن تخرج الجزء الاول اثنين على الاقل الزمالك او ثلاثه. الزمالك راس ماله المرتدات، لكن مفيش لعيبه تحل لك المرتدات دي. اللاعب الميرلي ياخد الكوره ويجري بالكوره تحت رجله ما تقطعش منه بسهوله بن شرقي. اوباما مش قد كده في الحته دي، وزيزو برده مش قد كده في الحته دي. اوباما فعلا لعب من صناع لعب كويسين، لكن اوباما مش من اللاعب اللي ياخد الكوره تحت رجله ويجري بيها مسافات كبيره، لا ياخد الكوره يجري واحده والثانيه ويبص، لكن ما يجريش بقى مسافات طويله، ودي مش متعودين منها من اوباما. الاهلي
لما انت لعبت بونجات تريد تهدي الزمالك اكتر، تريد تضغط على الزمالك اكتر. تقريبا لحد الدقيقه 60 لحد الاهلي جاب جون، كان الاهلي ثاني، الاهلي الزمالك في نص ملعبه، وضغط ضغط ضغط ضغط، تضيع 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 لحد ما جاب الجون. جون كده تخبيط 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 تخبيط، بيشوط ياسر ابراهيم بتخش جون، قبليها بكوره او بكورتين بيخش جون. بس في حاجه المفروض تخش جون بس تشال، بس في حاجه جماهير الاهلي بتشتم فيها الحكم جدا، ضربه الجزاء بتاعه وليد سليمان. انا واحد ما كنت بتفرج على الماتش قلت كده صراحه ان الكوره من بره منطقه الجزاء، هو محمود علاء ضارب وليد سليمان بس بره منطقه الجزاء، وليد سليمان وقع جوه منطقه الجزاء بس محمود علاء ضربه بره. دي من وجهه نظري انا ولا محلل تحكيمي ولا اي حاجه، دي وجهه نظر مشجع زي زيك. قول لي انت رايك في الكومنتس، ضربه الجزاء هل ضربه جزاء ولا لا؟ مش هشوفها ليه من بره، الحكم اصلا ما حسبش ولا فاول ولا ضربه جزاء، ما حسبش حاجه. بعد الجون الاول بتاع الاهلي وبعد ضربه الجزاء والهرجله اللي حصلت كل ده، الاهلي اخر عايز يجيب الجون الثاني، بس زي ما قلت لكم راس مال الزمالك المرتدات. فانت لما مسكت كوره ورحت الجون الثاني بتاع الزمالك اصلا اوله يعني قبل ما حازم يرفع الكوره كانت خطا محمد هاني في رمي التماس، خلى محمد هاني لمس التماس، خلى الزمالك ياخد الكوره في نص ملعبك، يستحوذ الكوره في نص ملعبك ويرمي الكوره ناحيه الشمال ويلعب كوره مع طارق حامد وحازم امام ونجم. طارق حامد بيسندها، حازم امام بيرفع الكوره. الغريب ان انا توقعت ان مصطفى محمد هيجري بياسر ابراهيم ويحط الكوره بدماغه، لكن مصطفى محمد حق فكر فكر هو لا ياسر ابراهيم ماسكه، فقال لك انا لو اتلمست بعد ما استلم الكوره على صدري، لو اتلمست هاخد ضربه جزاء، وده اللي ياسر ابراهيم خاف منه. لما مصطفى محمد استلم الكرة على صدره ياسر ابراهيم رجع لورا، ما ضغطش حتى على مصطفى، رجع لورا. فانت لما رجع لورا ديت مصطفى محمد كان حواليه ثلاثة، فلو كان نزل الكرة على الارض كانت خطفت منه، لكن مصطفى فكر استلم نزل على شماله بوم بوم فعلا في البعيدة الجون الثاني للزمالك، وبيعمل هتمس شماعكو والاحتفال بتاعه، والجون الثاني للزمالك 2-1 للزمالك في الدقيقة تقريبا 70 75 بعد 75 فاضل ربع ساعة نهاية المباراة. خلاص الأهلي بيحاول يضغط، الأهلي بيعمل تغييرات، بينزل مروان محسن عايز يجيب جول، مروان محسن بيعمل كارثة وبيسيب كورة مش أوفسايد خالص خالص خالص، بيسيبها تعدي منه كده عادي جدا يعني، وبتعدي الكورة وما بيستلمش الكورة مروان بتعدي. الزمالك بقى بياخد بيحاول يستحوذ على الكورة أكتر، الزمالك ابتدى يعمل تغييرات، نزل كاسونجو بدل اوباما، وبعد كده راح نزل مصطفى، نزل اسامه فيصل بدل مصطفى محمد. وبصراحه ده غير ده اسامه فيصل كنت معترض عليه في الاول، لما شفت اسامه فيصل قدامي قلت ما ترموش في النار، يعني مصطفى فيصل لسه لاعب صغير ما خدش دقايق كتير في الماتشات اللي فاتت، عكس حسام اشرف مثلا ما خدش دقايق كتير، نزل اسامه فيصل كنت قلقان نوعا ما شويه، بس اسامه فيصل لما كان بيضغط على الدفاع الاهلي كان بيستخلص الكوره، لما كان بيضغط على ياسر ابراهيم كان بيستخلص الكوره. الجول الثالث بن شرقي بيستلم الكوره في نص الملعب، بيجري 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 بيجري، الاهلي بيتفرج عليه، الاهلي بيتفرج عليه مش بتضغط عليه، اللاعب بيقول لهم مشارك يشاور بيده كده، بياخد الكره على مين ويطلع ونجم، ونجم بيروح بيروح. انا قلت بصراحه اللي هو هيشيل الكوره، ولو شاط الكوره نجم هتيجي في ايد او رجل او في جسم محمد الشناوي مش تخش، لكن بمعلمه كبيره جدا جدا جدا، ونجم لمح اسامه فيصل، لان ايمن اشرف غلط غلطه كبيره برضو، ان ياسر ابراهيم واقف مع نجم وبيقفل على نجم، ايمن اشرف راح عليه ليه مش فاهم، انت مع اسامه فيصل قافل عليه ليه تروح مع ياسر ابراهيم مش فاهم. لعب العرض اسامه فيصل بيحط الجون الثالث للزمالك وبينهي المباراه 3-1، وفعلا الزمالك يا دوله شبابك عتاوله تخلص المباراة 3-1 بفوز الزمالك. مبروك 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 للزمالك، وهارد لك لجمهور الاهلي، عملتوا مباراة كويسة، عملتوا مباراة كبيرة. شوية اخطاء من فايلر ادت للخروج بخسارة، هو فايلر غير شوية اخطاء، لو خطأ ده وانا عامله ضد الوداد بنسبة كبيرة ممكن يخسر، بس الطريقة دي ما توقعش ان يلعب بيها فايلر قدام الوداد، متوقع انه هيبدا بالونجات بتاعته عادي جدا، الكهرباء يلعب في افريقيا تقريبا، فيبدا بونجته عادي جدا جدا كده. ما في حلقه قبل مباراه الاهلي والوداد، بس الاول اخد قرار انا مباراه الاهلي والزمالك، ورايي في الزمالك ورايي في فايلر وكارترول والاهلي وكل حاجه، قول رايك انت في ماتش في الكومنتس، قول لي رايك كشامل على الاهلي وعلى الزمالك وفايلر وكارترول، وايه الغلطات اللي لازم تصلح قبل ماتشات افريقيا ولو الحلقه. وقول لي كمان توقعك قبل لو الحلقه خلصت، قول لي توقعك، هل الزمالك قادر على الفوز والخطف الدوري من الاهلي
والله صعبه شويتين. قول لي رايك في الكومنتس، قول لي تعليقاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عاوز تشتم لايك ولا سبسكرايب كمان واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك، تويتر، على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوف الحلقه الجايه. سلام.